الكل لاحظ الفرق الرهيب اللي صار في فورز موبايل بعد التحديث الاخير اللي من اسبوع تقريبا. 120 اف او في، رؤيه كامله صارت عندنا، والجرافيك تحسن. انا الجهاز تبعي كان جرافيك متوسط، حاليا بدعم الجرافيك المرتفع وبشغله، مش بس انه بدعمه، يعني شايفين الجرافيك المرتفع بدعمه جدا خرافي صراحه، انا راضي عنه. عندي انا مشكله واحده الا وهي الحراره، يعني لو تنزل شوي صغير الحراره، يعني عشان مش ناوي اقلع عليه بيض، تمام؟ فالامور تمام راح تكون. اليوم في حزمه راح نشتريها فيها سلاح ما كنت اعرف عنه، ليفل السلاح عندي 2 اصلا، ما كنتش العب فيه اساسا. هورس من وار، ما ادري. المهم هاي الحزمه الحمراء يا اخي، شخصيه خرافيه معها سلاح الباس باسبي. كان عندي فضول اني اشتري شخصيه عشان سكن حلو، وكنت بدي اعرف السلاح هل هو قوي ولا لا. رحت دورت عليه، طلع السلاح بروكن. عارفين شو هاي بروكن؟ السلاح اوفر باور، السلاح بقتل في طلقتين. اقول لا، بقتل في طلقه، بيقتل في طلقه لو ركبت له ملحق. هسه راح اعطيكم اياه، ولكن خلونا هسه نشتري الحزمه هاي سريع. 2400، مش دافعين اشي. بالمناسبة لو بدك تشتري حزم باقل اسعار، او حتى حزم مش موجودة في اللعبة، فسداد التاجر بيوفر لك اياهم، زلمة بيشحن لك اياهم عن طريق البي سي بسعر اقل، بسعر يعني بنص سعر اللعبة. فراح اترك لكم رابط في القناة تبعته على التليجرام في الوصف، بدي اياكم تروحوا تشيكوا عليه، حتى الرابط في كل الروابط اللي تتواصل معه وين ما بدك، واتساب، تليجرام، انستا، كل مكان، تواصل معه راح تحصل ان شاء الله احسن الاسعار. سواجر، طب عشان ما اقعد ادور عليها ساعتين، اوكي؟ سواجر بابا، يعني زي هيك على طول اعرف شو اسم الشخصيه عشان تلاقيها. راح نجربها جيم مالتي بلاير، جيم باتل رويال، او مش عارف جيم مالتي بلاير. بحس جيم مالتي بلاير راح يكون منطقي، لانه في عندي فئتين من السلاح. هسه راح اوريكم اياهم. اول شيء بتحط طور المالتي بلاير، بعدين بنروح على الكلاس الرابع، جهزت فيه السلاح مع الملحق. الملحق اللي اسمه جاك اوت لو 277. هاي القطعه بتخليه زي نص اوتوماتيكي، بالتالي بتخليه نص سنايبر. لو بدك تستعمل القطعه هاي المميزه اللي باللون الازرق، فبديك تروح على المتجر، بتروح على متجر الترسانه ومتجر قطع الغيار، تمام؟ تروح هنا وتستخدم قطعه اسمها هي، شايفينها؟ سعرها 24 عمله من العملات هاي، خلصت. اشترينا القطعة، هسه بنجهزها على السكن الثاني وبنجربها مع بعض. طيب للاسف مش راح نعرف نلعب بالسلاح هذا، لانه لانه بيفتح ليفل 29، السلاح عندي اياه بعده كم؟ بعده 7 زي ما حكينا. ف زي التوتو هنرجع لوين؟ للسلاح اللي كنا نستخدمه من شوية، امرنا لله. المهم يلا كويس، لونه احمر السلاح على لون الشخصية. فخلونا ندخل نجرب السلاح مع بعض ونرجع لكم بالتركيبات الثانيه والشاشه، تمام؟ ليتس جو. طيب مباراه جماعيه هون، ما احس انه احسن شيء لانه الماب فايتات قصيره. ما حكيت لكم هيد واحد بقتل، اوكي الحمد لله. راسك صغير مو باين يا اسود القلب. كويس 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 يا اخي، السلاح بقول لك كوبي، السلاح بروكن، يعني ابحث عن السلاح تلاقيه كله بروكن. وان شوت ان هيد ان كل، الله يرحمك يا رب، الله يرحمك. طلقتين بس خطا صار، بعدين سريع. ايش بقول لك سريع، ترى السلاح بنفس القوه بالنسبه لل وين راح؟ بس يا ولد بس بس، ضل ادور عليك. يلا موت، ودى الملعب بدري بدري، سريع سريع، نقص منه اللي بعده. طلقة الله يرحمك، شفت؟ وان شوت، وان شوت بتقتل. هذا اللي بحكي فيه، هذا اللي بحكي فيه يا شباب. يا سلام، هذا هاك الصح. في واحد عندي، يو واحد هد، وين تكون غير براسك يعني؟ هيك فاير شغال. يا سلام على الناصر. انا متاكد انه هذا السلاح بيكون جدا خرافي في المسافات البعيده في الوارزون، لو ركبت عليه تركيبات محترمه السلاح حيكون معك شيء مرتب. بالنسبه للكلاس الثاني، ف نروح على تجهيز ملتي بلاير اكيد، ونختار كلاس ثاني بنجهز فيه نفس السكن، ولكن ايش؟ الاحمر. نداء شيطاني جهز لي اياه، نظبط التركيبات، التركيبات جهزناها للسلاح.
هاي قدامكم شايفينها جاهزين، وخلينا نجربها. هاي مش تركيبات معتمدة لأنه كل ليفل 9. طيب سكوربيارد جهز له إيش سلاح يستاهله ولا؟ أول واحد أول كل. شفت السرعة، شفت الأداء. طيب سرق الكل مني. أوف إنه كل إفكت والله يا عم، هذا الحق الصح. كل أح كل إفكت أحمر. نايس. لا مش كنت مش حاط مخزن، المخزن 20 رصاصة بس. قبلنا. يا سلام الكل إفكت. يا أخي الكل إفكت جامد، والله العظيم جامد الكل إفكت. تعال خلنا أحطك صورة خلفية في المقطع. لا يا عم ما بزبطش، لازم أطور السلاح أرفع المستوى عشان أفتح مخزن. هاي صورة فيديو خلصانة يا اخي، ما سمعت عن هذا السلاح من قبل عشان هيك ما لعبت فيه من قبل. اوكي متنا. فاضي يعني متعب والله، لو معك احسن سلاح في اللعبة بتضل تموت. اعمل بذكاء باقل جهد، اصبر شوي نتفاهم. متت برضه يعني ما فيش منك فايدة. تعال ناخذ دول بطاقات. يا سلام. اوف والله شكرا على المساعدة يا عم، صار لي ساعة بطلق وحالتي حالي. معلش اعذرني. هذا بوت صح؟ أنا متأكد انه بوت، مستحيل سابني هيك يعني ابدا. شوف ما اضعفك والله. خسر هنا خسارة جامدة يا عم. هذا شو السلاح اللي ماسكه؟ حرام عليك، جانب البؤس. والله جبت لي البؤس فعلا. عن جد جبت لي البؤس. اربعة الاف سنة ضوئية تعشق يا ابني. لا لا لم تزبط معنا، لقد خسرنا. السلاح كويس، السلاح كويس، بس هي مشكلته المخزن حاليا، وتركيباتي مش احسن تركيبات صراحه، بس السلاح كويس جامد، خصوصا انه 2400 سي بي بتعطيك شخصيه خرافيه وسلاح له كل افكت. ف خلينا نشوفكم في فيديو جاي. لو عندكم اي افكار مختلفه لورزن موبايل بدل ما كل مره بفتح عجلات حظ احكوا لي، وشكرا على المشاهده. احكوا لي رايكم باللعبه وكيف هي حالكم حاليا، مهتم اقرا الكومنتات، يعني كومنتات وورزون حاليا اكثر شيء بتهمني، تعليقاتكم جدا بتاثر وبتفيد، ولو عندك انتقاد او تعليق او اي شيء اكتب. المهم نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، مع السلامه.